في وسط الأخبار السارة اليومين دول من أفراح وخطوبات وأعياد ميلاد، الفنانة ريم أحمد الشهيرة بهدى السوسة النوسة كونوسة في مسلسل يوميات ونيس مع الفنان محمد صبحي. النهاردة الصبح رزقت بطفلتها الأولى من زوجها الممثل طه خليفة، واللي أعلن الخبر هو زوجها طه خليفة بنفسه لما نشر بوست على حسابه على الفيسبوك عبارة عن صور بلالين وعلق عليها: اللهم بارك لنا في الموهوب، وألف حمد وشكر للواهب، وارزقنا برها وبلغنا أشدها، ربنا يحفظها ويجعلها ذرية صالحة إن شاء الله. ولكن لسه ما أعلنوش عن اسم المولودة. ريم أحمد ممثلة وراقصة باليه اتشهرت من خلال مسلسل يوميات ونيس مع الفنان محمد صبحي، والجدير بالذكر إن محمد صبحي لما عرف خبر حمل ريم نشر بوست على صفحته الرسمية على الفيسبوك عبارة عن صورة ريم مع صورة تانية من مسلسل ونيس وعلق عليها: لسه أنا شايف أيام ريم لما كان عندها 5 سنين، شفت صورة ريم بمنظرها ده اتجننت وصرخت وقلت لأ لأ لأ، ريم حامل؟ لأ مش أنا يا ماما، انتي مش حامل أبدا، ده انتفاخ وعايزك ترجعي هدى الزئردة. لازم أعرف مين السبب في الانتفاخ ده. طه: بعدين فقت واستوعبت، فرحت، مبروك ابنتي الغالية ريم ومبروك لجوزك طه وتقومي بالسلامة. ريم اتجوزت طه خليفة من حوالي 2 سنين وعملوا فرح كبير في دار القوات الجوية وحضروا عدد كبير من الفنانين والإعلاميين، وانتشرت صور وفيديوهات كتير جدا للفرح. تعالوا نشوفهم مع بعض.